هاي، أنا اسمي ليلى. أنا ابتديت يوغا من حوالي سنتين، بس بصراحة ما كنتش consistent فيها. بس بقالي تقريبا 5 6 شهور يعني I practice regularly. ليه اخترت اليوغا؟ لأن اليوغا الحاجة اللي حسيت إن هي مش مجرد إن أنا بروح أعمل تدريبات لجسمي، لا انا بحس ان انا في مايند كونكشن وفي سبيريتشوال كونكشن وفي ايموشنال كونكشن ما بيني وبين جسمي وما بيني وما بين الحركات اللي بعملها. يعني حسيت ان هي حاجه كومبريهنسيف وحاجه بتفيدني في كل حته في حياتي، بتفيد الستريس وبتفيد طريقه تفكيري وبتفيدني ان انا اتحكم في اعصابي. فحسيت ان هما يعني هما بيقولوا دايما العقل السليم في الجسم السليم، فانا حسيت ان هي اليوغا دي اكتر حاجه هتوصلني لها. احلى حاجه في اليوغا ان هي مش بتفرق ما بين اي حد، لا حجمه ولا سنه، وممكن اي حد يبتدي يعمل يوغا في اي وقت، وهتساعده لو في حاجه مثلا مضايقاه، حاجه بتوقع طبعا تحت اشراف طبي اكيد، بس ما فيش تفرقه ما بين حد والتاني. اي حد ممكن يبتدي، اي حد ممكن يحقق حلمه ان هو يبقى شاطر فيها ويبقى ويستفيد منها. مساء الخير، انا اسمي نعمة مصطفى. كنت بسمع كتير عن اليوغا وكنت فاكراها حاجه يعني سهله وحاجه بيعملوها دلع يعني، ولاني كنت بشتغل دكتوره فكان كل وقتي مشغول، ما كانش عندي وقت. لكن اول ما طلعت معاش ابتديت اعملها ريجولر هنا في يالا يوغا، باجي بقالي 3 شهور، بقت جزء من حياتي. ما اقدرش اليوم اللي ما جيش اعمل فيه يوجا ما بحس ان يومي مش مظبوط خالص. يعني صلحت فيها حاجات كتير، بقيت فليكسيبل، بقيت اقعد مربعه كده ما كنتش بقدر، حسنت نفسيتي، بقيت السبيريتشوال لايف بتاعتي بقت احسن، بقيت ردت فعلي للاحداث هاديه. كنت زمان عصبيه بتخانق بزعق، دلوقتي تتشال الدنيا وتتبد ما بفرقش معايا. بقيت اهدى، بقيت افكر احسن. الحقيقه نفعتني جدا جدا فيزيكالي ومنتالي وكل حاجه، وبنصح كل الناس. يعني انا عديت 60، انا دلوقتي 64 سنه، ابتديت كنت خايفه ما اقدرش، بس الحمد لله بقيت فليكسيبل وقدرت. بنصح كل الناس تلعبها، رجاله ستات اولاد، تخان رفيعين كله يعني. فهي بتساعد جدا جدا وبتظبط النفسية والتفكير وكل حاجة. أنا اسمي رانيا زبطوموش، أنا يوجا تيتشر سيرتيفايد 200 أورز هاتا يوجا. أنا بلعب يوجا بقالي كذا سنة، كنت بحبها جدا وابتديت أندمج فيها لدرجة إن أنا قررت أتعلم تيتشر تريننج، وبعد ما خدتها ابتديت أدرس. الحقيقة ماي ميشن إن أنا أحس إن الناس كلها بتتعلم يوجا. اليوغا culture is very nice for everyone، مناسبة لكل الناس، كل الأعمار، صغيرين كبار، حد رفيع حد مليان، بتحسن حياة الناس كلها. فحقيقي حابة ان الناس كلها تتعلم يوغا، بتحسن الناس جسمانيا وروحيا. It's mind and body and spirit، it's good experience. الحقيقة الناس فهمها غلط كتير انها it's an easy session، بس هي it's not an easy session. ممكن تبقى easy stretching and relaxing، بس ممكن كمان تبقى physically powerful. It's very good challenge لأي حد عايز يتعلم حاجة جديدة. It's very nice, very relaxing و very challenging في نفس الوقت. فياريت تحاولوا تجربوا وتشوفوا إذا كان ده it's right challenge for you. أنا اشتغلت for 18 years in the IT field، وكنت بقيت IT manager في آخر few years. بس it was very stressful. ال corporate life ساعات بتبقى very stressful الحقيقة. فلما ابتديت أتعلم يوجا وأنا بشتغل IT فادتني كتير، ساعدتني على الفوكس concentration، كانت بتحسن جدا memory بتاعتي، كانت بتحسن لي جدا إحساسي بأن أنا relaxed في environment very stressful. في وقت اللي أنا بيبقى عندي فيه objectives كتير و deadlines ومشاكل في الشغل كانت اليوجا بتفرق معايا كتير. فالحقيقة من هنا ابتديت اليوجا وابتديت أتعلمها وحسيت بفرق كتير في حياتي بسبب اليوجا. فالناس اللي هي عندها stress كتير في شغلها
لو ابتدت تتعلم يوجا ابتدت سواء كانت اليوجا فيزيكالي او ابتدت تعمل مديتيشن هتحس بفرق كتير جدا في حياتها. فانصحكم حقيقي ان انتوا تبتدوا تجربوا وتشوفوا الامباكت على حياتكم وعلى الستريس اللي ممكن تقابلوه في الديلي لايف بتاعكم.